لنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وارحمنا شر ما قضيت يا رب لا تقضي ولا يقضى عليك يا الله لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت يا الله ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل آمين. إنا نسألك علما نافعا آمين صالحا ورزقا واسعا آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج الهم عن إخواننا المكروبين في غزة آمين يا الله اللهم عونا ونصيرا وسندا يا رب اللهم احفظهم بحفظك آمين برعايتك آمين يا رحيم آمين وفك قيد أسرانا آمين لنا أقصانا ومسرانا آمين يا الله لأعداء المسلمين في كل مكان آمين اللهم احصهم عددا آمين بددا آمين 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 يا الله يا رب آمين آمين يا رب وصل اللهم وسلم على سيدنا